نرجع على شعار الثورة الإسلامية بالفارسي، يقول استقلال آزادي، استقلال آزادي، استقلال يعني مستقل للدولة، آزادي شنو؟ يعني الحرية. بس هذا ما واضح الحرية عتب. يعني شعار الثورة هذا نفسه يردد لحد الآن خامنئي وغيره، استقلال آزادي. الثوار لحدنا أن ينقلوه استقلال آزادي يعني حرية، الطين ممارستهم في الحرية، تجارة ماكو حرية، صناعة ماكو حرية، الشعب متذمر ومتدمر، الشعب الإيراني زين، إضافة للآخرين. يا أخي أنت مو من حقك تعطي رأيك في الدولة زين، أنت شوف هم مخيرين يا أخي، خلي يشيل هاي الشعارات وخلي يشيل الإسلام من الدولة، خلي يفعل ما خلي يكون يعيش دولة علمانية ويعيش حال العلم، ولو علمانية هي ماتين فيها نظام تعددي حرية كذا موجود، هذا النظام الآن يا بالدكتاتورية انتهت، ولكن سبحان الله جماعة متمسكين بها، الدكتاتورية انتهت، لكن واحنا ناصحين لهم يا اخي غير نظامك غير اسلوبك. يعني السيد كان ينتقد حاله انه انتم طورتوا القضية غير شكل، انتم طلعتوا من المسار. سيد حسين يرى التكليف الشرعي مالته انه لازم ينطق الكلام الحق، وكلمة حق امام سلطان جائر خير العبادات هذه.